زلنا في البلدية قبل حسب ذاكرتي أنه اجتمعت هناك تقريبا 40 شاحنة ملي سلو جمعونا في المغازة ديال الموتير. ذكرى تعتبر من أعز الذكريات الوطني التي جسدت أروع صور تلاحم تسجيل ديال المسيرة. سجلنا في البلدية قبل البلدية ملحق دائرة تنقولوا بإنما نهار لو فاست سلو تيقولوا الدراري والعيالات ملي سجلوا جمعونا في المغازة ديال الموتيع. ملي كنا في المغازة ديال الموتيع 24 ساعة تحولنا ليت ملول. هاك المنطقة تيقولوا ليه المسيرة دابا راه تبنات فايت ملول. دوزنا فيه تاني 24 ساعة دوزنا تاني 42 ساعة في طنطن. ملي دوزنا 42 ساعة في طنطن دوزنا تاني لا بطيح توصلنا لحدود مسيرة ورزع إلى مكانها. جاءت الشاحنات مملوءة بالذين شاركوا في المسيرة ومكثوا هناك تقريبا يومين. كل جاءوا من الجبال من اتباها ذوق نظيف تنالت جميع المناطق الجبلية وكانوا في تلك المدرسة حتى وصلت الوقت التي ينطلقون فيها وكانوا كنت أعد تلك الشاحنات وحسب ذاكرتي أنه اجتمعت هناك تقريبا 40 شاحنة. الذكرى 44 لانطلاق ملحمة المسيرة الخضراء المضفرة والتي ابتدعها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله باسترجاع الأقاليم الصحراوية إلى حاضرة الوطن الأم. فهذه الذكرى تعتبر من أعز الذكريات الوطني التي جسدت أروع صور تلاحم بين الشعب المغربي الوفي والعرش العلوي المجيد دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية. وهي فرصة كذلك لاستحضار أهم الملاحم والأمجاد البطولية التي قام بها المغاربة في استرجاع الأقاليم الصحراوية واستخلاص منها الدروس والعبر.